كابتن سيد من اكتر اللعيبه الملتزمه وعندهم جديه في التمرين ودايما بيدي 100% في التمرين، وده طبعا بيبقى قدوه لكل اللعيبه بيشوفوا كابتن سيد اللي هو ملتزم وجديه وتركيز، فكل اللعيبه بالطبع بتحاول تقلده عشان هو كابتن الفريق، فدايما بيبقى كل اللعيبه باصه لكابتن سيد، فهو على طول بيبقى ملتزم 100% وبيجي في ميعاده بيركز لاقصى درجه بيدي 100% في التمرين، بيتعب اكنه بالظبط في الماتش، وعشان كده ربنا كرمه يعني هو كابتن سيد لا شيء. انا جيت النادي 2004، كان كابتن سيد موجود من 2002، الحمد لله قدرنا نكسب دوري عام من سنه 2009 ما بنخسرش خالص، بقالنا 11 سنه كسبنا حوالي برضو 7 بطولات عربيه، اخذنا 2 دوري ابطال افريقيا، 2 كاس مصر، ده مع النادي الاهلي. في منتخب مصر انا وكابتن سيد اعتقد من 2009 مع بعض برضو في المنتخب، اخذنا دوره العاب عربيه مع بعض، اخذنا 2 دوره العاب افريقيه، 3 كاس امم، 1 بطوله عربيه، اخذنا برضو برونزيه كاس العالم للقارات مع بعض، فما بيننا ذكريات كتير يعني سواء مع النادي او منتخب مصر. سيد يعني تلاقيه في الماتشات الفردي او البطولات الفرديه حد غير الماتشات للفرق، يعني في الطبيعي بيبقى العكس، انا ببقى عايز اصنع مجد شخصي وعايز اعمل وعايز اكسب وعايز واخد اول جمهوريه، لا ما عندوش الحته دي في الفردي خالص، هو بيبقى الفرق او سواء في الاهلي او في المنتخب بيبقى مثلا اصعب ماتشات بالنسبه له او شايل همها مثلا اللي هو الماتشات الفرق فاينل مثلا اهلي وزمالك، المنتخب مثلا بيلعب ماتش تلاقيه دايما كل بوينت هو شايل همه، لان هو شايف ان هو ما بيلعبش باسمه هو بس، هو مش عايز يبقى سبب في خساره حد تاني او في اذى حد تاني من الفريق، لكن في الفردي بتلاقيه شخص تاني عادي، يعني الموضوع بيبقى سلس خالص. يعني كابتن سيد دايما بيعمل يعني بيبقى ليه حاجه كده في التمرين، يعني بيخلي التمرين دايما، طبعا كابتن سيد ليه تاريخ كبير، تاريخه مش محتاج ان الواحد يتكلم عليه، ولا يعني هو تاريخه ما شاء الله مشرف سواء في الدولي او المحلي، بس هو يعني كابتن سيد لينا الشرف ان انا اصلا زميله في التمرين، الواحد سواء انا او كل اللعيبه، طبعا هو راجل ملتزم طول عمره، بيشجعنا كلنا دايما، حتى بيصلح لنا اخطائنا، هو راجل يعني اكبر مننا سنا وخبره، فبصراحه بيكون بيساعدنا دايما سواء جوه التمرين او بره التمرين، في اي مشكله حتى لو جوه او بره هو ما بيكونش بيتاخر بصراحه، فهو بصراحه يعني وجوده مهم جدا في التمرين او النادي الاهلي او المنتخب مصر، فكابتن سيد قيمه وقامه يعني مش محتاج ان فعلا حد يتكلم عليه يعني. رجعنا مع حضراتكم أسطورة تنس الطاولة الكابتن السيد لاشين، إيه رأيك في التقرير؟ إخواتي إخواتي، ده أغنية جديدة. طبعا الناس كلها يعني مش متوقعات بصراحة، مش لا أصل هو كمان يعني بيتكلم على كل واحد فيهم وهو يعني فخور، أولا ده بيعرف يلعب معايا، ده أساطير